المحامي أمس يال لنا بالليل ومع ريال غريب، يقول إن هذا أظلم البيت يبي له ريال، ريال يخاف على البنات. أكيد بنلقى طريقة نبعد فيها هالمحتال عن الشركة. عن الشركة. وقام سجل كل حلاله وفلوسه باسمك، وهذا شيء من حقك. نلعب معاه لعبة حلوة. السلام عليكم. انا امنعك انك تتصرف بمال الوالد طالما ان احنا عندنا شك ان هذا احنا. ايش سوى ابوي؟ صدمه قويه بالنسبه لنا. لا نقدر نروح ولا ني ويامرنا ونطيع كلامه بعد. انا وياك ما ننفع. انت يوسف ولا كنا الناس اللي حواليه ممكن انهم يدمرونا. ارجوك ارجوك لا تخسرين، لازم تعلميني بكل اللي صار. واحد ينام ويصحي من قدامه مسؤوليه ما كان يدري عنها اصلا. هذيل اخواتك يعني شرف. يكون عبالك هذا بيتك، انتوا اكيد خاشين علينا شيء. تعالي لا ترفعي صوتك. تسكن في غرفه ابوي، مكانه فاضي. يا اخي روح مع المحامي يمكن الخير قدامك هناك. انا ادري ان جيتي هنا حيرتكم. لان فجاه طلع لكم اخو عمركم ما سمعتم فيه او شفتم. بين علي عزيز كذي ولد حبوب وطيب ومحترم بعد. خايف سعد هذا يمسك الشركة ويتدخل بأمور هاي ويعفسها ويعفسنا وياها. أنت ليش محسبة علي؟ أنا مجرد سألته ما قلت شيء، بعدين هذا مو مكان يخطبها. شركة محترمة يحترمون نفسهم. الله يرحمه، ترك هالبناتك. هالبناتك لا أخ ولا عم ولا خال. يمكن الأسئلة اللي ببالك تلقى أجوبتها بالدفتر هذا. هل الآن تتنازل عن أسهمها في الشركة حق ريان؟ أبي أتنازل عن أسهم الشركة. أنا زوجته وهذا ولده. البيت قانونا الحين هو بيتك. أشكره عيني عينك تاخذين مني خطيبي شلون أهدى؟ كان يوم لقيتها داخلة أوضة عمي إبراهيم وكنت عمالة تنبش مش عارفة بتدور على إيه العقرب. اليوم لاحظت إنك قاعدة تبعدين نفسك على المهم. مستحيل هالتحالي صحيحة، مستحيل مستحيل. إن أنت ناوية تاخذينها بالسر. أنت شايفة الريال اللي تحبينه يتزوج أقرب صديقة لك. وين تتزوجيني؟ سعد إذا أنت خايف على البنات وجاي تداريهم قوم فيهم ترى ما يحتاج، انا ريال البيت وانا اقوم فيهم. يقول ان ابوي كتب لك كل ثروته وعنده شهود على هالكلام. هذه الخطه الطريقه الوحيده اللي قدامك. هذه 2000. انت عارف هذا كلام يعني فاضي؟ يمكن نلقى حل نلغي هالوصيه ولا نبطلها.